في موضوعنا لهذا اليوم أو فقرتنا اللي هي فقرة فوكس اللي نسلط فيها الضوء على أبرز الأمور المجتمعية وأبرز الشباب وأيضا أبرز المبدعين في دولة الكويت. فاز القارئ خالد الكويتي خالد جاسم العيناتي بجائزة أول الأوائل والفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم. أكيد اللي شارك فيها متسابقون من 21 دولة عربية وإسلامية. اليوم ما راح نحط لكم تقرير كثر ما أنه بالفعل يسعدنا أن نستضيف المقرئ خالد جاسم العيناتي معنا في الاستديو. حياك الله. الله يحييك. وسعلم بهركه. الله يبارك حياتك. ومبروك تستاهل. الله يبارك فيك وصبح عليك وعلى الأخوة المشاهدين والمشاهدات بكل خير. الله يسلمك. بالبداية يعني شيء جميل يرفع الرأس أكيد وأنت تستاهل. ولكن نبي نتكلم عن هذه المسابقة. شلون أول شيء شاركت في هذه المسابقة؟ الدعوة شلون صارت؟ هل هي دعوة ولا هي تسجيل؟ نبي السادة المشاهدين يعيشون هذه الأجواء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسابقة أول الأوائل هي مسابقة فكرة رائدة أول مرة تعقد في العالم. فكرتها أن يجمعون طبعا في كل سنة في مسابقة دولية على مستوى العالم. تقريبا يمكن في السنة الواحدة فيها 10 مسابقات دولية وأكثر. فاللي ياخذ مركز أول في أحد المسابقات الدولية لسنة 2013 أو 2014 أو 2015 يرشح لمسابقة أول الأوائل اللي صارت في 2016. ممتاز. طيب واحد يقول يعني في أي فرع يرشح لنا؟ القرآن الكريم في 10 أجزاء في 20. فيرشح في فرعين أو 3 أفرع، إما القرآن الكريم كامل أو القرآن الكريم كامل مع التفسير أو القرآن الكريم كامل مع القراءات العشر. يعني فاز في أحد الأفرع الثلاثة هذه في أحد السنوات الثلاثة اللي ذكرناها، بس لازم يكون مركزه الأول. فقط الأول. ممتاز. فاسمها الأوائل يعني المركز الأول. اللي جايين كلهم أوائل، كلهم أخذين مركز الأول. وأول الأوائل يعني اللي يكرم هو الأول فقط. فقط. ممتاز. اليوم معنا بالاستوديو الأول فقط إن شاء الله بإذن الله. طيب 21 دولة، يعني مثل ما تفضلت أنه من 2013 14 15 بالثلاث فئات، ولكن من 21 دولة. 21 دولة. قد يتساءل المتسابق عفوا المشاهد والمشاهدة الكريمة أنه يعني المفروض يكون أكثر. صحيح. هو طبعا قد انا مثلا افوز 2014 في مسابقه دوليه الاول، ترجع تفوز 2015 وافوز 2015 في مسابقه دوليه كذلك الاول، فانا اكون واحد. ما ياخذون الثاني؟ لا الثاني ما ياخذون فقط الاول. طبعا قد يشارك في المسابقه اكثر من مشارك من دوله واحده. مثل الكويت شاركنا 2، انا واخوي عمر الشعلان شاركنا في مسابقه 2، كلنا مثل الكويت. السعوديه شاركوا 5 تقريبا، ما شاء الله. مصر شاركوا 4، كذلك عندنا فلسطين شاركوا 2، عندنا المغرب 2، يعني قطر 2، مجموعة من الدول قد يشترك في المسابقة أكثر من واحد يمثل الدولة. ممتاز. كلمنا عن المسابقة نفسها، شلون كانت؟ شديدة؟ كنت متوقع أن أنت تحصل على المركز الأول أول الأوائل؟ أي. طبعا التوقع، أنا بس قبل ما يعني أشرح المسابقة، التوقع كنت أفكر، طبعا أي واحد قاعد يجهز حق المسابقة يفكر ها حين يطلع المسرح يقول مثلا خالد عيناتي الأول، فالشعور هذا يكون في خرجات النفس اكيد وتراود الفكره. بس ما كنت مركز عليها حيل كثر ما اركز على الحفظ والمراجعه. طبعا واحد من الشباب شافني في رؤيه، فانا طبعا قلت له خير ان شاء الله. طبعا شافني يقول انا شفتك انك داز لي واتساب انك انت اول اوائل. فطبعا انا ما اعتبرت الرؤيه يعني طبعا بالنسبه لي شيء كبير. قلت هذا ان كانت خير ان شاء الله بيحصل أكيد. وان كان يعني حديث نفس فيبقى حديث نفس. وكملت مشواري وفعلا تحققت الرؤيه، طلعت أكيد. اول اوائل. المقصود ان الاستعداد للمسابقه عفوا المسابقه نفسها كانت الاسئله فيها من نوع خاص. يعني ما كانت نفس الاسئله المسابقه الدوليه الثانيه. أسئلة المسابقة الدولية الثانية يعطيك مثلا الآية كاملة أو يعطيك تقريبا يعني 6-7 كلمات من الآية بحيث أنك تقرأ الآية بوضوح. أما مسابقة أول أوائل فيسألك يعطيك 2-3 فقط من أول الآية، بحيث أن السؤال هذا لا يكون مثيلة في القرآن أبدا في أول الآية. مثلا يسأل السؤال يقول اقرأ من قوله تعالى
قد كان فقط. هذا الموضوع الوحيد في القرآن في أول آية فقط. فطبعا يقصد قد كان لكم آية في فئتين التقتا في سورة آل عمران. مثلا هناك أسئلة ثانية طبعا، بس المقصود من الموضوع أنه يسأل كلمة أو كلمتين ويقول لك جاوب. طبعا السؤال قد يستغرق صفحة صفحتين. طريقة السؤال جديدة، فالكائن مشدود إنه ما وده يغلط، لأن الغلط الواحد تقريبا ينقصك 4 أو 3 درجات. طيب، هي كان تصفيات ومن ثم مرحلتين. أدوار نهائية. مرحلة أولى كنا 36 متسابق، يبون منا 10 حق المرحلة النهائية، ويبون من المرحلة النهائية من 10 واحد. طبعا المرحلة الأولية ما كانت ما كان فيها الضغط النفسي شديد نفس المرحلة النهائية. صح. لأن المرحلة النهائية ما كلها واحد، فعشرة نفسهم على واحد، اما 36 نفسهم على 10 قد يكون واحد فيه لا ممتاز. اي حتى لو يعني ما يجيب العلامه الكامله، ولكن الافضل اي قد يكون له امل انه يصير من 10. اكيد. طيب خلني اسالك بعد عن ابرز المنافسين في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه ابرز المنافسين كان عندي اخوي محمد سايد من المغرب، كذلك اخوي داود العبيات من فلسطين، كانوا ابرز المنافسين. وداود كان الاول في المرحله الاوليه الأولى. طبعا بشهادة الكل. ليش؟ لأنه ما عنده ولا خطأ في الحفظ وأداء في التفسير جيد، فشهادة الكل أنه كان الأول. لكن سبحان الله المرحلة النهائية أنا ما كان عندي ولا غلط في الحفظ، هو كان عندي تقريبا 4 أخطاء. فيعني انعكست الآية، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. أكيد. وتوفيقه سبحانه. الأول الثاني الثالث المسابقة يكرمون الأول. تمام. أنت أنا الأول بفضل الله. فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. من الثاني؟ منو؟ ما ندري. ما يبين. ما قالوا. ما يقولون أبداً. لأن هي فقط يأخذون أول الأوائل فقط. هو أول أوائل فقط، الثاني الثالث إلى العشر. فحتى ما يقولون إن هذا طلع. لا 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 ما قالوا. متقارب النتيجة. لا 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 ولا قالوا يعني ولا صرحوا في الموضوع أبدا. طيب من كان أو لجنة التحكيم منو تكون؟ طبعا لجنة التحكيم تكون من تقريبا من 5. رئيس اللجنة أستاذ دكتور أحمد بن عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقال المصرية سابقا، أستاذ الدكتور أحمد بن علي السديس، رئيس كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الشيخ عبد الرشيد علي صوفي من قطر، طبعا الشيخ زيس من السعودية، والشيخ أحمد المصري من مصر، والشيخ عبد الرشيد علي صوفي من قطر، والشيخ كذلك أستاذ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، هذا من اليمن. هذول 4 معاهم الأستاذ مال الله الجابر، هذا منسق اللجنة من قطر كذلك. ممتاز. ترشحك لهذه الجائزة لأنك كنت أنت الأول في إحدى المسابقات الدولية. أي المسابقة هي مسابقة المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة الأردنية الهاشمية سنة 2014. أي. كنت ماخذ المركز الأول في القرآن، في فرع القرآن الكريم كامل مع تفسير. هذه المسابقة رشحتني فضل الله سبحانه وتعالى لأن أكون مشارك في مسابقة أول أوائل. ممتاز. الحين هناك العديد من القراء، ولكن أكيد في واحد أقرب لك على المستوى العالمي، من هو الأقرب أو اللي تأثرت فيه؟ تأثرت فيه طبعا، تأثرت فيه كثير، لكن الأقرب في الفترة الحالية في القراءة المجودة الشيخ محمد عمران، وفي القراءة المرتلة بين الشيخ محمد أيوب، بين الشيخ زكي داغستاني. أنا أميل إلى القراءة الحجازية غالبا، فبين الشيخين محمد أيوب وزكي داغستاني الله يرحمهم جميعا. أيضا من يومين أعتقد أو من فترة كرمت بالفعل من قبل صاحب السمو أمير البلاد، وقع وأثر هذا التكريم عليك؟ طبعا أثر التكريم، طبعا تشرفت في أمس صباحا في بكرمي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تعالى، كذلك ولي عهد الأمين، وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء. التكريم هذا دافع لكل شاب عنده إنجاز وعنده طموح أنه يبذله، وأن حكامنا ما يقصرون معنا في المجال هذا، وداعمين لكل شاب الكويتي في كل المجالات. وطبعا مجالي مثلا من القرآن الكريم كنت أحد المجالات. أكيد. طبعا هذا أثر لي وحتى حق حفظة القرآن اللي من بعدي، أنه يعني في دعم لنا كبير من قبل صاحب السمو الله يحفظه. أكيد. عندك كلمة تحب توجهها للسادة المشاهدين في هذا الخصوص؟ والله أول شيء ودي أشكر قناة المجلس على الاستضافة الكريمة،
ووجه يعني كلمة لي ولإخواني المشاهدين والمشاهدات أن يعني نعمل على تطبيق القرآن، الحمد لله حفظنا واللي نقرأ مثلا يوميا، فالعمل على تطبيق القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم كل خير. أكيد، يعطيك ألف عافية، الساعة المباركة، وأنت مشكور أيضا، وأيضا بالمبارك تستاهل، وأنت أول الأوائل. الله يسلمك يا أبو جاسم، كل الشكر للقارئ خالد العناتي الفائز بجائزة أول الأوائل الدولية. حياك الله. حياك الله.